شعبان مدير الفني لشركة يونت 1 اي سي تي خريج جامعة الازهر كلية العلوم تخصص حاسوب سنة 2004. المستوى التكنولوجي في غزة مرتفع جدا، لكن اللي بيعيق مستوى الارتفاع تبعه هو الحالة الاقتصادية اللي الناس بتعيشها. الاي تي يعني مش حاجة ملموسة ممكن ان الحصار يقطعها، مجرد انه الناس عندها خط انترنت ممكن ان هي تطلع على كل اشي موجود في العالم. يعني الاي تي الحصار لا يمكن ان هو يعمل عليها اي تأثير، الا في حالة ان هي مثلا يمنع الاجهزة اللي بتساعد على النهوض الاقتصادي في مجال التكنولوجيا والمعلومات. من ناحية التعامل مع المعدات التكنولوجية مستوى مرتفع بالنسبة لنا، لأنه الناس مطلعة على كل جديد الحمد لله من خلال الإنترنت. أول معيق كان بالنسبة لنا هو قطاع التيار الكهربائي المستمر على قطاع غزة. حاولنا نوجد حلول من خلال مولد الكهرباء، لكن مولد الكهرباء لا يغني عن التيار الطبيعي. طبعا من المعوقات بشكل كبير هو الحصار الإسرائيلي اللي عمل عائق كبير بيننا وبين موضوع استيراد الأجهزة وقطع الشبكات اللي بنوفرها من خلال وكالتنا وشركة سيسكو. طبعا وجود الأنفاق، أنفاق التهريب ودخول بضائع من خلالها كان أثر كبير على كساد التجارة بالنسبة لشركتنا، بسبب أنه في مضاربات في الأسعار بشكل كبير، مضاربات في جودة البضائع اللي بتدخل. في فترة من الفترات كنا نشتغل في تجارة أجهزة الكمبيوتر، طبعا بما أنه المعابر بيننا وبين إسرائيل مغلقة وغير متاح فيها إدخال البضائع الإلكترونية حتى الآن، فصار في توجه انه الناس تجيب البضائع هذه من خلال الانفاق. اذا كان كيف احكي لك، يعني البضائع طبعا اللي بتيجي من خلال الانفاق، بما انه في تجار كثير اشتغلت على هذا الموضوع فصاروا يجيبوا بضائع فيها مشاكل. بضائع الانفاق ما لها اي مقاييس ولا لها اي حكم من خلال حكومه معينه، لانه هي مجرد بضائع مهربه. طبعا البضائع اللي بتيجي من خلال الانفاق بعضها بتكون اسعارها غاليه، بعضها بتكون اسعارها رخيصه، والتجار بما انه كل التجار او عدد كبير من التجار بتجيب بضائع وكلها متشابهه تقريبا ومن نفس المصدر، فبتصير مضاربات في الاسعار بتعطل عمل الشركات اللي بتشتغل بشكل رسمي. بشكل رسمي حاليا ما فيش بالنسبه للاجهزه ما في اي حركه، لانه ما في بضائع الكترونيه، احنا شغلنا كله بضائع الكترونيه، ما في اي بضائع الكترونيه ممكن تدخل إلا في حالة واحدة، إنه إحنا ممكن نشتريها وندخلها مع المسافرين اللي بيجوا من خلال معبر إيرز، مش كل البضائع ممكن تدخل. العقول الموجودة حالياً اتجاهها أو تفكيرها بأنها منصب إنها هي تطلع برا البلد تخدم بلدان أخرى، لأنه مش شايفين لهم فرصة في عنا هنا في غزة أو في قطاع غزة. في حال انه صار في انفتاح اقتصادي او انفتاح علمي او انفتاح معيشي بالنسبه لقطاع غزه، انا اتوقع انه ما حدا يفكر انه يطبع، لانه حيكون ساعتها مرتاح في بلده وحيصير يعطي لبلده اكثر من الاول. طبعا من خدمات الشركه من بديتها حتى الان اللي هي التدريب المتقدم والشهادات الدوليه. طبعا مركز التدريب التابع للشركه يوفر امتحانات دولية من خلال مراكز الامتحانات الدولية اللي هي في او اي وبروميتريك، احنا حاصلين اعتماداتها من سنة 2007. خدمة ثانية من الخدمات اللي هي البرمجة وتصميم مواقع وحلول الشبكات واستشارات تكنولوجيا المعلومات. من الدورات اللي احنا بنعملها عندنا في المركز، في دورات في مجال تكنولوجيا المعلومات زي شهادات دولية بالنسبة لشركة سيسكو، مايكروسوفت، أوراكل، سان، طبعا التفرعات اللي هي الموضوعات تبعتها، دورات عادية ما لها اعتمادات دولية زي موضوعات خاصة بتصميم المواقع، خاصة بالهندسة والبرامج الهندسية،
برامج التصميم والمونتاج. طبعا هذا في مجال تكنولوجيا المعلومات. اما في مجال الاداره حاليا احنا بنحاول ان احنا نرجع ندخل مره ثانيه في مجال الاداره، لكن حاليا ما في عندنا دورات في هذا المجال ولا اللغات. حاليا تركيزنا على مجال تكنولوجيا المعلومات. بدأت فكرة اللي هو مركز التدريب من خلال طبعا أنا وشريكي، من خلال فكرة كانت موجودة عندنا من سنة 2001 والحمد لله نفذناها سنة 2005. كانت مركز تدريب متخصص في مواضيع تكنولوجيا المعلومات والإدارة واللغات. كانت طبعا من خلال اعتماد وزارة التربية والتعليم. طبعا لا زال الاعتماد موجود، لكن خلال هذه الفترة من 2005 حتى الآن كوننا شراكات محلية دولية، منها عضوية اتحاد شركات تكنولوجيا معلومات بيتا، وشراكات عالمية زي شراكة مع شركة سيسكو فصرنا كسيسكو بريمير بارتنر. طبعا هذا البارتنر احنا نشتغل فيه كريسيلر لشركة سيسكو لبيع أجهزة وقطع ومستلزمات الشبكات. طبعا بعد فترة من بداية الشركة بداية مركز تدريب تحول إلى شركة مساهمة خصوصية محدودة مسجلة في وزارة الاقتصاد الوطني. إن شاء الله يعني نتأمل أن يكون في حلول مستقبلية تحسن من الأوضاع المعيشية، بتحسن من بشكل عالمي. طبعا يكون في دعم عالمي لقطاع غزة من النواحي العملية ومن نواحي التجارة والاقتصاد.